ازيك يا شباب، ايه اخبار اول يوم امتحان؟ ان شاء الله يكون عدى على خير زي باقي الايام باذن الله. يا ريت نتفرج على الفيديو لحد الاخر علشان في حاجة مهمة جدا عشان خاطركم وعشان نتفادى اي اخطاء في الامتحان. مع خالص تمنياتي لكم دائما بالتوفيق والتفوق. ميرسي عمر عبد الله. نحل كمان هذا التمرين ماتير تو بريفير. ماتير جمع مؤنث، يبقى إذن هاخذ كل الأخير. هون جبت لا سيمين لو سامدي، يبقى إذن كومونس الأولى، لأن لا سيمين تعادل ال المفرد المؤنث الغائب. إميدي بدأ جملة عن الوقت، إذا نأخذ الاختيار الثالث. تيا كومبيان كايي، يبقى ما فيش غير دو، السؤال عن العدد. إيل جيمناز دومو ليسي، يبقى إذا إيليا، يوجد أن جيمناز دومو ليسي. نوزيمو بدأ بأش مويه صامتة، يبقى إذن الأوصف. جي اتدي لديكاسيون سيفيك، لديكاسيون سيفيك، يبقى إذن أدور. فالمجموعة الأولى والأفعال المجموعة الأولى تنتهي بحرف مع الضمير جي. لسامدي جي كور دراب، زي ما احنا عارفين وحفظنا ان كلمة كور مفرد مذكر، اذا ان كور. نجيب ايضا على هذه الجمل. إيلي دوزور كار، دوزور اي كار. إيل ويتور، إيلي ويتور. بس الأولى للتانية طبعا ستي مفرد غائب. بيير إم ميدسان، إم فعل مصرف، ميدسان اسم. طالما جاء فعل مصرف يبقى لابد أن يأتي الفعل الثاني فين؟ في المصدر. برافو. كنترول تيا لو ماردي، كنترول مذكر المؤنث، برافو مذكر. كل كنترول. اي ستور دمي، دمي زي ما قلنا جاءت هنا في المؤنث لانها جاءت بعد كلمة اير، ولا تأتي في المذكر إلا إذا جاءت قبل كلمة اير بمعنى نصف ساعة، وتأتي مع كلمتي ميدي ومنوي، وهذا للتذكرة. يبقى إذن إيه؟ إيل، إيلي، إيليا ست جور لا سمين، أقول أ، أقول أو، أون، دو، دون، دون لا سمين، عشان سمين هنا مسبوقة بمحدد. ودلوقتي هنقرا مع بعض أهم الميل المتعلق بالدرس التاني. بونجور، سالي، ومنكم بونجور. أكلور تي أريف أو ليسي، تي أريف يبقى هقول جريب. أو ليسي، أو ليسي قال لي أكلور يبقى هقول له ساعة مسبوقة بأ يبقى أويتر. كمبيان دو كور تيا بارجور، جي ست كور بارجور. او تي ديجين، جو ديجين او سيلف. الميل التاني سالي، سالي ومنكم بونجور. كل جور تي نابا كور، اي الايام ليس لديك حصص. جو ني با كور لو فاندردي او لو سامدي. Où tu vas pendant ce jour؟ أين تذهب خلال هذه الأيام؟
Je vais au club. Avec qui tu vas? ومع من تذهب؟ Je vais avec mes amis. والآن نتعرف على الموضوع الأول لهذا الدرس. بولي بارل دو تي ماتيير سكولير. تحدث عن موادك المدرسية. Au lycée, j'ai 8 matières. J'étudie les maths, l'anglais, français, etc. وهكذا. J'aime, أحب beaucoup les langues. أحب كثيرا اللغات. Je déteste la physique. La musique, c'est ma passion. الموضوع الثاني parle de ton emploi du temps. تحدث عن جدول مواعيدك. Je vais au lycée tous les jours sauf le vendredi. Les cours commencent à 8 heures. J'ai 3 cours de français par semaine. J'aime le cours de SVT. طبعا ال SVT abréviation de كلمه science de la vie et de la terre. يلا بينا دلوقتي هنتعلم ازاي نجاوب على البرودكسيون في الامتحان. وطبعا التعبير في الامتحان بيتكون من حاجتين، بيتكون من المين ومن السوجي. اولا هنبدا بالمين، بيقول لي سالي، هقول له سالي قول لي كلمة يا اختي بريفير. ممكن اقول له جو بريفير لو فرنسي مثلا. بعد كده بيقول لي كل جو اختي يا ست ماتيير، هقول له جي. ممكن اقول له جي ست ماتيير، وممكن اقول له جي فرنسي جو ست ماتيير. ممكن اقول له مغدي مغكودي اجودي، اقول له لو mardi, pardon le خلي بالي ارجع اصلح الخطا بتاعي، باش اسيب الخطا عشان ما تحاسبش عليه. يبقى le mardi, le mercredi et le jeudi. وهادي قبل الخيار الاخير او الكلمه الاخيره، واحط الكونجنكسيون ال اي، احط اداه العطف اي. بعد كده بيقول لي كالي لو نو دو بروف دو سيت ماتيير، ممكن اقول له لو بروف دو سيت ماتيير سابيل مسيو. مثلا اقول له عمران احمد علي نمبخت كلمه ايا كان الاسم. تمام. وبعد كده هضغط على السؤال اللي بعده لو كان في صفحة مفصلة، هدوس على كلمة التالي. بعد كده الموضوع بيقول لي ديكري اتون كوبان تو نوفو ليسي. هعمل لها وصف من ناحية تاي بارتي دي ليسي وليو بريفيري. يبقى هقول له مو
هو ليسي اي غران. ممكن اقول له غران اي سوبر اي سمبا اي ديال، ما بختك ايا كان الوصف انا اوصف. قلت لو قلت غران بس ما فيهاش مشكلة كده، انا اديت الغلط. بعد كده هقول ايه، بيقول لي بختي دي سي، هقول له دون ممكن اقول دون لي سي، ممكن اقول دون مون لي سي، دون مون ليسي، واعمل فيرجيل. وبعد كده إيليا سي دي اي، ما انساش ان السي دي اي هكتبها كلها ماجسكي، كلها حروف كابتل يعني كبيرة، تمام. اي مثلا ان جيمناز، اغلط اصلح. بعد كده اليو بريفيري، ممكن اقول دا مو اللي سي جو بريفير كذا، ممكن اقول على طول جو اقول جو بري جو بريفير مثلا لو سيلف، انا بحب لك عادي اقول جو بريفير لو سيلف، تمام. ميرسي. بعد كده طبعا هخلص هعمل ايه، ارسال وانتظر النتيجة بتاعتي، ادوس كده وانتظر النتيجة بتاعتي.